أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في هذا الفيديو اللي بنراويكم فيه أحد المعالم الأثرية اللي موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في إمارة الفجيرة في منطقة البدية. هو مسجد البدية اللي يعتبر من المعالم الأثرية اللي موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أحد أقدم المساجد الموجودة في المنطقة. الآن نحن طبعا على وصول إلى الساحة الأمامية لمسجد البدية الأثري. هذه هي المواقف الأمامية للمسجد. هذا هو مسجد البدية بالتصوير الليلي طبعا، أتمنى يكون واضح. هذا هو مسجد البدية من الخارج. طبعا هذه اللوحة تبين حكومة الفجيرة، هيئة الفجيرة للسياحة والآثار. الآن نقوم بالدخول إلى مسجد البدية. طبعا مثل ما نشوف، هذا هو المسجد الذي قامت بترميمه هيئة السياحة والآثار في الفجيرة بالتعاون مع بلدية دبي. نقوم الآن بالدخول إلى المسجد. طبعا مثل ما نلاحظ، هناك الكثير من الزوار اللي يقومون بزيارة المسجد والصلاة فيه، حيث ما زالت تقام فيه الصلوات لحد اليوم، بالإضافة إلى أن هناك إمام يقوم بإقامة الصلوات الخمس في المسجد لحد الآن. ومثل ما نلاحظ، العمارة الداخلية للمسجد اللي هي بالطراز القديم، وقد روعي خلال ترميمه المحافظة على شكله وعلى مواده بدون أي تغيير، وللمحافظة على الشكل القديم من قبل الناس المختصين. طبعا هذه هي الساحة الخارجية، مثل ما نلاحظ في ناس بعد يصلون برا. طبعا هذه هي الساحة الخارجية الآن للمسجد، وفيها لوحة كبيرة من حكومة الفجيرة تعطيك المعلومات الأثرية لهذا المسجد ومواد البناء المستخدمة فيها، بالإضافة إلى عمر المسجد الذي قد تم بناؤه بحدود عام 1446 ميلادي تقريبا على حسب التحليلات. طبعا أتمنى أكون قد وفقت في نقل المعلومات الكاملة لمسجد البدية ولو كانت بصورة مختصرة، وأتمنى أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى ومعلومات أخرى. مع السلامة.